قيم نزرعها نعليها بقلوب الناس ننميها، بها نسمو وبها نرقى ونفاخر في الدنيا فيها. بالأخلاق تحلت نورا وبها رسمت أحلى صورا، وكذلك فواز فينا كالبدر أضاء لنا نورا. قيم 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 قيم. حسنا، سوف ترون مدى قوتي في التسديد. يا إلهي، تسديدة قوية جدا، ولكن للأسف إنها خارج المرمى وخارج المنزل. لقد سددها اللاعب سامي المحترف، وبذلك أضاع الكرة وأنهى المباراة قبل بدايتها. حسنا يا خالد، أكمل تعليقك على هذا المشهد المشوق. لا يا سامي، توقف، ماذا تفعل؟ سأذهب ليحضر الكرة. ليس بهذه الطريقة يا سامي، يجب أن ندخل البيوت من أبوابها. سوف نذهب إلى الجيران ونستأذن منهم أن يحضروا لنا الكرة. هاي، إلى أين أنت ذاهب يا سامي؟ سأدخل وأحضر الكرة. ألم تخبرني أننا يجب أن ندخل البيوت من أبوابها؟ ثم إن ناصر جاركم ولا مشكلة في دخول بيته. علينا أولاً أن نستأذن أصحاب المنزل في الدخول، حتى ولو كانوا جيراننا. هل ترضى أن يدخل أحد منزلك دون استئذان؟ بالطبع لا. لقد قمت بدق الجرس، آمل أن يأتي أحدهم. السلام عليكم، كيف حالك يا ناصر؟ أنا بخير، تفضلوا. لقد سقطت الكرة في حديقتكم ونريد استرجاعها. تفضلوا بالدخول، سنلعب سويا ثم تأخذون الكرة في نهاية اليوم. هكذا يكون اللعب احترافيا. إنها كرة رائعة، أنا متحمس جدا لأن نبدأ. تصدى لهذه الركلة. حتى في كرة اليد يا سامي، ترمي بالكرة لمنازل الجيران. هيا